بنسق بطيء تتواصل بالمجلس الوطني التأسيسي أشغال المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهذا يعود إلى كثرة المقترحات التعديلية اللي وصلت أكثر من 300 مقترح. وللإشارة فإن جلسة اليوم انطلقت بعد ساعة من موعدها لأنه محضر كان 27 نائب. توجع ودني. انطلقت الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات متأخرة بساعة لأن النصاب ما اكتملش وما تجاوزش عدد الحضور 27 نائب. أما بخصوص التصويت فإنه مازال في حدود الفصل الثالث في مشروع قانون يتضمن 36 فصل، لكن فما شكون من النواب من يعتبر ذلك مبرر أمام أهمية المشروع. لا أعتقد أن هناك تأخير استثنائي في النظر في هذا القانون. أهمية القانون وأهمية الموضوع المطروح تبرر العدد الكبير جدا من المقترحات، ونظرا لوجود التزام واتفاق أولي بين الكتل على قبول مبدأ التعديل في كل التعديلات، وهو الذي يجعل المجلس مدعو إلى أن يناقش كل التعديلات ويصوت عليها، هذا يأخذ مزيد من الوقت، ولكن مع هذا الوقت هناك أيضا إحساس الجميع بأنه يملك الفرصة للمساهمة في سن هذا القانون المهم في تاريخ البلاد. الفصل الثالث من مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يهم مهام الهيئة، يتضمن 18 فقرة وردت في شأنها 51 مقترح تعديلي كانت في أغلبها تنقيحات شكلية، فيما صوتت الجلسة العامة لصالح بعض التنقيحات من بينها مقترح النائب سليم بن عبد السلام. الغاية متاعه هي تدعيم الشفافية، تدعيم الشفافية بنشر كل القرارات متاع الهيئة المستقلة للانتخابات على الموقع الإلكتروني متاعها. يعني هذه هي اليوم الوسيلة اللي يستعملوها برشا ناس برشا توانسة خاصة الشباب، لكن عندما تتنشر على الموقع الإلكتروني نعرفوا أنها باش تنشر في الجرائد وفي التلفز وإلى آخره، وهذا نقول أنه انتصار كبير للشفافية، ونشكر زملائي لصوتوا بصفة إيجابية على المقترح هذا. وللإشارة فأنه غدوة تستأنف الجلسة العامة، ومن المنتظر أن يشمل النقاش الفصلين 5 و6 من مشروع القانون، وهي أكثر الفصول اللي فيها نقاط خلافية لأنها تهم تركيبة الهيئة وطريقة تعيين رئيسها، خاصة وأنه ما تمش الاتفاق بشأنها خلال لجنة التشريع العام وتم رفعها إلى الجلسة العامة. وفي تصريح خاص بقناة نسمة أكد سيد حبيب الخضر المقرر العام للدستور أنه نقاش حول الدستور باش يستأنف مباشرة إثر الانتهاء من قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأنه الانطلاقة باش تكون بباب الحقوق والحريات.